النهاردة يا جماعة جايب لكم نوع لبان مقلب جديد، ويكي برضو مصري، بس ده ويكي بطعم الفواكه الحراق. ربنا معايا. بصوا يا جماعة، هو أنا كنت حاطه في جيبي واتفعش شوية، ف اعذروني بقى، اللبانة مش هتتلاقيها ظابطة شوية، بس هو شكله صعب أوي. ده الشكل من جوه، مفيش حاجة، مش من جوه، في سنين حمرار. ده شطة؟ ايه ده؟ مطلعش في شطة. لا لا، طلع ولا يعني بعد ما بتاخد تعدي كذا عضة كده، طعم الشطة يفضل يعمل فوق. حلو يا جماعة، طعمه حلو مش وحش، بس بشطشطة. سلام.